فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كيف يرد على من يقول أن العمل الشرط كمال في الإيمان؟ هذه كلها خرافات وخرابيط ولا نلتفت إليها. علينا بعقيدة أهل السنة والجماعة: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هل تريدون أوضح من هذا؟ هذا واضح، ما يحتاج ولا لحد كلام مع هذا. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة سلفا عن خلف. نعم. أما عقائد المرجئة فلا نلتفت إليها. نعم.